خلينا نتكلم على الكرامر رول. طبعا ليش نستفاد من عدها؟ بحل السيستم لينير كويشن. يعني شنو الحل؟ يعني ايجاد x1 x2 الى حد xn، يعني الانون فاريبل نجدها، المجاهيل، الحلول. واضح؟ فاحنا عندنا نظام، هذا النظام هو لينير كويشن مثل ما تشوفوا، معادله خلقيه، بان المعادلات هذه ان المعادلات وبها طبعا المعادلات يعني شوفوا هاي كلها ان منها هاي من واحد الى احد المعادلات، وبها ان من المجاهيل. شو ان المجاهيل؟ بها من اكس 1 الى حد اكس ان. اوكي، يقول هذه المعادلين اللي نكتبها بالشكل التالي، هذا النظام اللي نكتبه بشكل مصفوفات، مصفوفه يسموها الكوفيشنت ماتريكس، مصفوف المعاملات، مصفوفه اخرى يسموها الانون فاريبل ماتريكس، مصفوفه المجاهيل، والمصفوفه الاخرى هو الكونستانت ماتريكس. فيكون بهاي الصيغه، بهذه الصيغه، الاي هي الماتريكس اللي حنتكلم عليها، والاكس هو الفاريبل، والبي هو الكونستانت. طبعا هاي الكوفيشنت وهذه الفاريبل وهذا الكونستانت. اوكي، الان ناخذ تعريف. التعريف شو يقول؟ يقول اذا عندك السكوير ماتريكس هي اي، نتكلم شوف على الكوفيشنت هو اللي يحدد، يسموه هذا كول سنجولار ماتريكس. يعني سنجولار ماتريكس شنو؟ شاذه او منعزله او منفرده، يعني تختلف عن البقيه، ديستنكت، مميزه. فالديترمنت مالها ما دام هي سنجولار، ديترمنت يساوي صفر، واذا كانت نون سنجولار، مو منعزله ولا منفرده ولا شاذه، فالديترمنت لا يساوي صفر. طيب ايش راح نستفاد من هذا الشيء؟ نستفاد من هذا الشيء، هذا نجي على هاي النظريه، هذا التعريف يدخلنا على هاي النظريه. النظريه شو تقول؟ تقول اذا عندك سيستم، اذا الديترمنت اللي هي قلنا الاي لا تساوي صفر، صفر معناته شنو؟ ترى معناته هذا السيستم هو يمتلك حل واحد، اكزاكتلي وان سوليوشن، وان سوليوشن، حل واحد. هذا استفادينا من هاي الفقره. يعني شنو معناته؟ يعني معناته يجب ان تكون الماتريكس هاي اي هي نون سنجولار، لكي انه اذا كانت تدور على حل واحد. يعني شنو حل واحد؟ هسه حنجي، يعني اكس واحد الى اكس واحد الى قيمه واحده فقط، واكس اثنين الى قيمه واحده فقط، واكس ثلاثه او الى حد اكس القيمه يعني واحده فقط. يعني شنو واحده؟ يعني مثلا ما اقول الاكس 1 تساوي اي مثلا، يعني اي هو ريل نمبر، والاكس 2 تساوي 2 اي او اي تربيع ايضا هي ريل نمبر، فيعني معناته شنو؟ يعني معناته اكثر من حل لها. هذا معناته الاكس 2 الى تساوي رقم او متغير سميناه اي، والاي معناته ريل نمبر. واضح؟ هذا الفرق بين حل واحد او عده حلول. فاذا هسه اول شيء نتكلم عنه حل واحد. طيب الريمارك، التعليق هذا يقول اذا سيستم، طبعا ستار هو السيستم اللي بي قلنا ان ايكويشن، اذا سيستم الى اكزاكتلي وان سوليوشن، وي فايند باي تو ميثود، عندنا عده طرق نوجد الحل. يعني شنو؟ يعني عرفت هسه السيستم مالتي الديترمنت مالته مال الكوفيشنت لا تساوي صفر، شو اسوي؟ شلون اجد الحل؟ هسه عرفت انه اكو حل، واكو حل واحد، زين شلون اجد الحل؟ اجده بطريقتين، الطريقة الأولى عن طريق رو ايشلون فورم اون ذا اوجمنتد ماتريكس. شنو معنى رو ايشلون فورم؟ تتذكروها ممتاز، هي هاي، هي شكلها هي تكون لازم تكون ايدنتيتي ماتريكس الوحدة، هاي شكلها شوفوها، بحيث الاليمنتس فور مين دايجونال، فور دايجونال مال هذا شو يكون؟ يكون فور مين دايجونال، يكون واحد واحد. واضح؟ هذا شلون؟ او باستخدام، يعني هسه عرفت عندي قال عندي وان سوليوشن، يعني شنو وان سوليوشن؟ يعني ديترمنت لا يساوي صفر للماتريكس اللي الكوفيشن، استخدم جاوس اليمنشن. شلون جاوس اليمنشن؟ بتحصل على باي تشينجينج ذا ماتريكس، تخلي الماتريكس اللي هي اي بصيغه الابر ترانجل ماتريكس.
شو معنى ابر ترانكس او الاسفل طبعا او الاور ترانكس شو معناته؟ معناته انه الابر واللور هذه يكون الجهه مالته انه هذا نفسه شو مثلث يكون صفر هذا بالشكل هذا او يكون هذا بهذا الشكل او اثنيناتهم بس المين دانجل ليميت ما يكون الا قيمه صفر مو عفوا مو قيمه واحد قيم مختلفه واضح؟ طبعا اكيد ما فيها صفر اكيد هسه نتوقف هنا وناخذ مثال.